بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة إن شاء الله يا سنة تانية درس سهل وبسيط، اسمه التقويم الميلادي والتقويم الهجري. هنحفظ مع بعض شهور السنة الميلادية وشهور السنة الهجرية. أول حاجة لازم أعرف إن شهور السنة الميلادية 12 شهر، وبرضو شهور السنة الهجرية 12 شهر، ولازم نحفظ مع بعض كل شهر اسمه إيه. يلا مع بعض، شهور السنة الميلادية: شهر واحد اسمه يناير، اتنين فبراير، تلاتة مارس، أربعة إبريل، خمسة مايو، ستة يونيو، سبعة يوليو، تمانية أغسطس، تسعة سبتمبر، عشرة أكتوبر، حداشر نوفمبر، اتناشر ديسمبر. يبقى لازم أحفظ كل شهر اسمه ايه. تعالوا مع بعض نشوف كمان شهور السنة الهجرية وعددهم برضو 12. شهر واحد اسمه محرم، شهر اتنين اسمه صفر، شهر تلاتة ربيع اول، شهر اربعة ربيع اخر، شهر خمسة جماد اول، شهر ستة جماد اخر، شهر سبعة رجب، شهر تمانية شعبان، شهر تسعة رمضان، شهر عشرة شوال، حداشر ذو القعدة، اتناشر ذو الحج. يبقى نحفظ الشهور دي كويس أوي يا سنة تانية. تعالوا نحل شوية. السنة الميلادية فيها كام شهر؟ كنا لسه قايلين مع بعض فيها كام شهر؟ تمام، اتناشر شهر. والسنة الهجرية فيها كام شهر؟ برضو اتناشر شهر. نركز بقى مع بعض. الشهر التالي لشهر فبراير هو، يعني ايه الشهر اللي بيجي بعد شهر فبراير؟ تعالوا نرجع كده. شهر فبراير اهو، مين الشهر اللي بعده؟ تمام، شهر مارس. طيب الشهر السابق لشهر رمضان، دي في شهور السنة الهجرية، كلمة السابق يعني اللي قبله. نروح عند شهر رمضان ونجيب الشهر اللي قبله، تمام، شهر شعبان. الشهر التالي لشهر ديسمبر، شهر ديسمبر ده فين؟ في شهور السنة الميلادية، شهر ديسمبر مين اللي جاي بعده؟ طب ده آخر شهر في السنة، نعمل إيه يا ميس؟ نرجع نبتدي تاني من الأول. بعد ديسمبر بيرجع يبدأ تاني اللي بعده يناير. يبقى الشهر التالي لشهر ديسمبر هو يناير. الشهر السابق لشهر محرم إيه هو؟ يعني مين الشهر اللي قبل محرم؟ ده في شهور السنة الهجرية. نروح عند محرم. محرم شهر واحد، طب ده أول شهر، أعمل إيه؟ أرجع بظهري للشهر اللي قبله، شهر 12، شهر ذو الحج. طيب تعالوا نشوف مين الشهر اللي ترتيبه رقم 6 في الشهور الميلادية. مين شهر رقم 6؟ تمام، يونيو. يبقى الشهر الذي ترتيبه السادس في شهور السنة الميلادية هو يونيو. طب مين الشهر الذي ترتيبه التاسع في الشهور الهجرية؟ نروح للشهور الهجرية ونجيب الشهر التاسع، شهر رمضان. وبكده يا سنة تانية نكون خدنا درس التقويم الميلادي والتقويم الهجري. بس أهم حاجة في الدرس ده إني لازم أحفظ كل شهر اسمه إيه وترتيبه رقم كام، يبقى احفظهم ورا بعض. تعالوا نقولهم تاني مع بعض. شهور السنة الميلادية: يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. شهور السنة الهجرية: محرم، صفر، ربيع اول، ربيع اخر، جمد اول، جمد اخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. وبكده يا سنة تانية يكون خلص درس النهاردة.